بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. وبالآخرة هم يوقنون. الصفة الأخيرة والخامسة للمتقين في هذه الآيات المباركة اليقين بالآخرة. هذه القضية من أهم القضايا الدينية في القرآن الكريم. كلمة الآخرة وردت أكثر من 100 مرة، 115 مرة هذه الكلمة وردت، هذه الكلمة بالذات، ناهيك عن الكلمات الأخرى التي تدل على الآخرة. هذا عدد كبير، يعني تأكيد أكيد ذكر الآخرة في القرآن الكريم ورد كثيرا. من القضايا المصيرية الآخرة، وأساسا اليقين بالآخرة شيء نابع من صميم العقل. القضية ليست قضية دينية فقط، إنما هي قضية عقلية أيضا. لاحظوا، لا يشك أحد من الناس، كلامنا لنفرض أن يكون موجها إلى غير المسلمين، لا، كلامنا يكون موجها إلى غير المتدينين بدين سماوي، لأن كل الأديان السماوية تقر بالآخرة. لنفرض أننا نتحدث مع شخص لا يدين بدين سماوي ولو دين منحرف، لا أصلا ما له دين. حتى الذين لا يدينون بأديان سماوية كثير منهم بل أكثرهم يعترفون بوجود آخرة. لا، خلنا نتكلم مع أشخاص ملاحدة لا يقرون أصلا بالآخرة، خلنا نتكلم مع هؤلاء. الآخرة شيء يلزم أن يقر به كل عاقل. لاحظوا، كل عقلاء العالم يعلمون، هذه قضية بديهية، أن دنيا الإنسان ليست هي المرحلة الأولى، ليس هو العالم الأول للإنسان قطعا. الإنسان مر بعالمين قطعا، بل بثلاث عوالم تقريبا، أقول قطعا عند البشر كلهم. عالم الأرحام لا ينكره أحد من العقلاء. ممكن واحد من العقلاء يقول أنا ما مرت في عالم الأرحام، ما يقدر يقول. عالم الأصلاب لا ينكره أحد من العقلاء، هذا المقدار الأكيد الأكيد. إذن الدنيا تكون هو العالم الثالث، بل قبل عالم الأصلاب هناك عالم يلزم أن يقر به كل العقلاء، وهو عالم التراب، ما قبل الأصلاب. أنا كنت ما قبل الأصلاب،
هذا شيء ينبغي أن لا ينكر. فإذن هذا العالم هو العالم الرابع. أنا على الأقل لنفرض أنه واحد ما يعتقد بعالم الذار، هذه العوالم كلها ما يعتقد بها، الموجودة في الروايات الشريفة، الموجودة في الآيات القرآنية، أصلا مو مسلم، لا أصلا ملحد، هو يقر بعالم الأرحام، يقر بعالم الأصلاب، يقر بالعالم الذي هو قبل الأصلاب، عالم التراب نسميه أو أي عالم نسميه، ولازم يقر. فإذن هذا العالم على الأقل هو العالم الثالث أو هو العالم الرابع. خب أنا مريت من عوالم سابقة، ليش يكون هذا العالم هو العالم الأخير؟ يعني هو شنو الذي دفعهم أن يقولوا أنه إحنا إذا متنا خلاص ماكو بعد شيء؟ هذا خلاف العقل أصلا. يقول إحنا خو لا نعلم من عالم الآخرة شيئا، ما ندري شنو أكو. خو ما تدري أنت هم في عالم الأرحام، هم ما كنت تدري شنو في عالم الدنيا؟ كنت تعلم أنه راح تجي إلى عالم الدنيا؟ عالم الدنيا شنو هو؟ ما تدري. في عالم الأرحام الجنين، وتدرون الآن بحوث أثبتت أنه الجنين يدرك، لا يحكي، يمكن تقارين تقارير، الجنين يتكلم، إحنا ما نفهم شنو ذا يقول. إشارات أكو، حركات أكو، حركات عن وعي، مو حركات عن لا وعي. الجنين في رحم أمه هو يدرك، هو في عالم. تقول له عالم الدنيا، هو يفهم عالم الدنيا ولا؟ فإذا يعني عالم الدنيا مو موجود لأن الجنين ينكر. في عالم الأصلاب، وكان يدري أنه الإنسان في عالم الأصلاب عندما كان يدري أنه راح ينتقل إلى عالم الأرحام، ما يدري. حسب الظاهر يعني. جاء أتكلم مع أشخاص لا يؤمنون بالإسلام، كلامنا مع هؤلاء يمكن في ثقافتنا المأخوذة من روايات أهل البيت عليهم الصلاة والسلام الشيء يكون وضعه مختلف عن هذا. لا، أنت اللي ما تعتقد بالآخرة، ما تعتقد بالآخرة ليش؟ ليش هذا العالم هو العالم الأخير؟ هو أول عالم كان وتقول هو العالم الأخير؟ لا، هو مو أول عالم، إما الثالث أو الرابع، على الأقل الثالث. إما تقول خو إحنا ما ندري شنو أكو، خو الجنين هم ما كان يدري حسب الظاهر، بمقدار ما تعتقدون أن الجنين هم ما يدري راح يجي إلى هذا العالم، فلازم ينكر لأنه ما يدري، هذا منطق أصلا. وثم الإنسان خلقه خالق، لا تسمي الله عز وجل، سمي اللي تريد، بالنتيجة خالق الإنسان، ومخلي الإنسان نظام دقيق مرتب عادل يمر بهذه العوالم إلى أن يجي إلى عالم الدنيا. ما الهدف من خلق هذا الإنسان؟ أي شيء تقول أنت، قل شيئا الهدف من خلق الإنسان، هو لازم يكون الهدف. خالق العقل ما يصير هو ما يعرف شيء، ما يكون حكيم قطعا، هذا العقل الجبار، ناهيك عن الأمور الأخرى، ناهيك عن الدقائق العجيبة التي البشر شيئا فشيئا يكتشفها، التي تدل على حكمة كبيرة في الخالق، حكمة لا نظير لها في الخالق اللي خلق الإنسان. هذا اللي خلق الإنسان شنو كان يريد من الإنسان؟ الإنسان قطعا في عالم الدنيا هذا المفروض أن الشخص لا ينكره، المفروض أن العاقل ما ينكر هذا الشيء إذا يفكر بعقله، أن الشيء الذي أريد من الإنسان في الدنيا ما تحقق. شنو يعني الإنسان خلق لأي شيء؟ لكمال؟ خلق الإنسان بعده ما وصل إلى الكمال. أكو واحد يقول الإنسان بلغ الكمال خلاص، الإنسان اللي يموت خلاص كان واصل إلى الكمال؟ ما يقدر يقول. ثواب وعقاب، أكو شيء وراءه وثواب وعقاب ما حصل. هذا اللي يقتل مئات، يقتل آلاف، يقتل ملايين، هذول المجرمون، هذا شنو تسوي فيه؟ شلون تجازي؟ هتلر سبب حسب ما يقولون لقاتل أكثر من 30 مليون شخص، لجرح أكثر من 50 مليون شخص. القتلى والجرحى الذي سببهم هتلر حسب ما يقولون أكثر من 80 مليون، 80 مليون من البشر، شلون شنو نسوي فيه؟ ناخذ هتلر نقتله خلاص؟ هو قتل 30 مليون، أنت تقتله؟ هذا جزاء؟ قطعا مو جزاء. هذا في الشخص الطالح. الشخص الصالح شلون؟ هذا اللي خدم له ملايين، شو تسوي له أنت؟ تعطيه بس جائزة؟ هذا جزاء خدمته؟ لا.
البشر ما اكتمل. الشيء المقصود من البشر أي شيء تقول أنت، بس قول فتشي عقلي، فتشي يتوافق مع عقول العقلاء، لا يتوافق مع أديان الأديان السماوية، خلي يتوافق مع العقول. ليش البشر خلق؟ هذا الحكيم الذي خلق البشر أيا كان، إحنا نعتقد أنه هو الله عز وجل، الآخرون يعتقدون عقيدة ثانية، خلي يعتقدون أي عقيدة. الذي خلق الإنسان لا شك أنه حكيم، اللي خلق هذه الأكوان لا شك أنه حكيم، خلي كل شيء في محله بدقة بالغة، شيء غريب أصلا، منتهى الدقة. وهذا شنو كان يريد من الإنسان؟ الإنسان قطعا إلى الشيء اللي كان يريد منه الخالق ما واصل بعده، في الدنيا ما يوصل، الدنيا ضيقة قطعا واضح. فإذن هناك وراء هذا الشيء، وراء هذا العالم عالم. الآن نجي نشوف أصلا هم ليش جاي ينكرون، المنكرون للآخرة لماذا ينكرون الآخرة؟ عندهم دليل على أنه لا توجد آخرة؟ لا، خلي يجيبون دليل. غاية كلامهم الاستبعاد، شلون يصير؟ إذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون، شلون يصير يعني واحد يموت ويصير تراب؟ مجرد استبعاد، أكثر من هذا أكو؟ يوجد دليل على عدم وجود الآخرة؟ لا، الاستبعاد، مستبعد هذا، شلون يصير؟ هو ما يخالف، مستبعد. قول هذا كلام اللي يدعي الآخرة ما عنده دليل، ما يخالف، فرضا أصلا إحنا ما عندنا دليل فرضا على وجود الآخرة. عدم وجود دليل أكثر من هذا أكو؟ يدعون شيئا أكثر من هذا الذي قلت أنا؟ استبعاد. إذا متنا وكنا ترابا وعظاما، يصير إحنا نصير تراب بعدين؟ شلون يصير؟ شلون يصير؟ بس استبعاد. أو يقول لك أنت دليل ما عندك، أكثر من هذا ما عندي شيء يقول. خب، الأمور اللي الآن العقلاء وأنتوا الملاحدة منهم الذي يبحثون عنه العقلاء، الذي يبحث عنه الملاحدة، هذا كله أكو دليل عليه؟ له كثير من الأشياء مجرد فرضيات، يبحثون عنها ولا لا؟ يبحثون عنها. إيش قد فرضيات أكو الآن جاي العلماء يبحثون عنها؟ مئات الآلاف، ملايين من الفرضيات جاي يبحثون عنها. يا أخي اعتبر الآخرة فرضية، مجرد فرضية، فرضا هم أصلا دليل ماكو، فرضية، فرضية حالها حال بقية الفرضيات، ليش تنكر؟ القضية خصوصا في عالم اليوم، عالم اليوم كثير متعود على أنه يبحث أمور محتملة، هذا الشيء محتمل ما يخالف ولا أبحث، ما دام ما عندي دليل على خلافه. مرة عندي دليل على خلافه، خو عندي دليل، مرة ما عندي دليل، ما أدري، ممكن كلام صحيح ممكن كلام غلط، فرضية، احتمال. يبحثون العقلاء عن الاحتمالات؟ لو لا يبحثون، أعتبر الآخر احتمال. ليش العداء؟ ليش الحرب؟ بكل صراحة أقول هناك حقد على الدين، هذا الواقع. القضية ليست قضية أنه أنا مو مقتنع، ما يخالف مو مقتنع، ابحث على العين والرأس، تعال عندي شوف أنا عندي دليل، اقبل دليلي، ما عندي دليل اجعله في خانة الاحتمالات، كل يمكن تكون آخر، يمكن أما تكون آخرة. هذول المسلمون النصارى، هذول أديان سماوية يقولون أكو آخرة، أنا أقول يمكن. ليش ما تقولون يمكن؟ تقولون لا أبد، كل كذب، كل وين كل كذب؟ دليل عندك؟ ما عندك دليل، تستبعد. ودليل ما عنده على أنه الآخرة مو موجودة، يقول مستبعد، شلون يصير؟ احتمال، خلي في خانة الاحتمالات. لا، أكو حق، عبارة أخرى أكو حرب غير منصفة، غير منطقية. هذه الحرب الآن ما نريد ندخل في تفاصيل أسباب هذه الحرب، يمكن أقول نعذر بعضهم، يمكن. ليش؟ هذول انصدموا بالخرافات الموحشة الموجودة في النصرانية. الخرافات النصرانية مؤلمة، متعبة، فصارت عندهم صدمة، صارت عندهم صدمة من الدين الإرهابي،
شايفين الدين الإرهابي. إلا ما شاء الشيطان. أكو دين إرهابي ولا لا؟ انصدموا. هذا جاي يذبح، يقتل أطفال، يقتل نساء، يقتل ناس ما لهم دخل في القضايا، ما جاي يحاربك. هذه التصرفات النصرانية من جهة، اليهودية خو جدا تدرون في الدين متعب، دين خلاف الضمير خلاف العقل، فالدين غريب فأمن الناس بس هم البشر، بقية البشر كلهم خدم، بس 30-40 مليون هم البشر، 7 مليارات وشي كلهم خدام هذول. هذا مو منطق. هم منصدمين، بعضهم أقول لعلنا نعذرهم، ومن أعذرهم طبعا، لعلنا نعذرهم بالصدمة التي حصلت من جراء بعض الأديان السماوية، الدين الإرهابي ما شاء الله ما شاء الشيطان، أتباع الشيطان، دين النصرانية، الدين البايخ، الدين اليهودي، الدين العقلاني، صارت عندهم صدمة من الدين، فصاروا يحاربون كل شيء قاله الدين حتى لو صحيح. تحدثنا سابقا، ما أريد أعيد، هذه الحرب اللي تكون ضد الله سبحانه وتعالى صدق حرب عجيبة، حرب غير منطقية. وجود الخالق الحكيم هذا من أبده البديهيات، هذول اللي جاي ينكروا. صارت عندهم ردة فعل، منصدمين من الدين فجاي يحاربون أي شيء يرتبط بالدين، اسمه الله يحاربونه، اسمه الآخرة يحاربونه. فلعلنا نعذرهم بسبب الصدمة التي حصلت لهم من جراء الأديان التي تدعي أنها أديان سماوية. ومن جهة ثانية من عذرهم، ما لهم عذر، ليش؟ لأنه أنت وكل البشر يعرفون هذا الشيء، ما تقدر تحمل مسؤولية عمل شخص على شخص حتى لو هذا أخو ذاك، فكيف تحمل مساوئ دين على دين ثاني؟ أنت منصدم ويا الإسلام الذي يدعى أنه إسلام، الإسلام الإرهابي، خجي ليش تحاربني أنا؟ أنا شنو؟ أكو دين، أكو خط إرهابي ينسب نفسه إلى الإسلام، هو أنت حارب ذاك، ليش تحاربني أنا؟ أنا مسوي فيك شيء؟ شايف مني مساوئ؟ وين مساوئي أنا؟ الشخص ما يعذر إذا حمل مسؤولية شخص على شخص ثاني حتى لو أخوه، يقول ليش عليه؟ هذا مرتكب جريمة، أنت حاربه هذا، أنت أخذ هذا حاكمة، تأخذ أخوه تحاكمة، مو معقول، أخوه اللي مو متوافق وياه. فكيف من دين إلى دين؟ أنت منصدم من بعض الأديان، مو منصدم من كل الأديان، تحاربني على شنو أنت؟ ليش تحمل لي مسؤولية أعمال غيري؟ من دين أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، أنت شايف شيء سيء؟ تعال قل لي. لنفرض أنه أنت مو مقتنع ببعض الأشياء في هذا الدين، في دين أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، الإسلام الصحيح، لنفرض مو مقتنع، بس أنا ما مسوي فيك شيء، مو مقتنع، ابحث، كان عندي دليل يقبل، ما كان عندي دليل يرفض، ليش تحاربني؟ تحارب كل الأديان لأنك منصدم مع بعض الأديان، منطق هذا. فلعلنا نعذرهم ولا نعذرهم، لا مو معذورين، كلام غير منطقي جاي يتكلمون، ينكرون آخر على شنو ينكرون الآخر؟ لا، الآخر واقع، الآخر شيء يقره العقل، الآخر شيء يقره ضمير الإنسان، الإنسان طبيعته يريد يوصل إلى فد شيء، الدنيا قطعا ما توصل الإنسان، الإنسان عمر في الدنيا 1000 سنة، شنو بعدين؟ الدنيا ما تملأ ضمير الإنسان، ما تملأ الفراغ الموجود في نفس الإنسان مهما كانت الدنيا. الإنسان طموحاته هواية أكبر من الدنيا، ضميرك يقول أكو شيء وراء الدنيا، مو معقولة أنا أموت وأنتهي خلاص. القضية قضية واضحة، ويقر به المفروض كل البشر، بس خب البعض عندهم مشكلة، بنظري مشكلة حرب، مشكلة حقد، مو مشكلة واقعية منطقية، ماكو منطق، منطق ضد الآخرة ماكو.
هذه الآخرة التي يتحدث عنها الإسلام يتحدث بطريقة مختلفة. هو المفروض الإنسان يعتقد بالآخرة. العبارة في هذه الآية المباركة أكثر من يعتقد بالآخرة، وبالآخرة هم يوقنون، مو بس مجرد إيمان. هو الإيمان المفروض أنه يكون يقين، لا بس الكلمة دلالتها أكبر. هو الإيمان يعني يقين، الكلمة هنا مو يؤمنون، يوقنون. أكو في آيات قرآنية يؤمنون، بس هنا يوقنون يقين. اليقين بالآخرة، القضية أصلا بصورة عامة العقائد كلها، العقائد مو مجرد أفكار، إنما إذا العقيدة عقيدة صحيحة راسخة تظهر على أعمال الإنسان. أنتوا الآن في مقارنة جدا بسيطة بين من يعتقد بالآخرة وبين من لا يعتقد بالآخرة، بين من هو يتيقن بالآخرة والذي لا يتيقن بالآخرة، كثير التصرفات تختلف. الإنسان بدون الاعتقاد بالآخرة، عفوا أقول هذه الكلمة ما أريد أسب، هذا واقع، أسوأ من أسوأ الحيوانات، أسوأ من الحيوانات المفترسة. الإنسان بدون العقيدة بالآخرة بس هذه الدنيا وخلاص، أكل الناس، أذبح الناس، أسوي اللي أريد، ما أعتقد بالآخرة، خلاص هاي الدنيا بس، شو أسوي أنا إذا الدنيا تنتهي وخلاص أنا منتهي؟ لأجل أن لا أموت، لا، لأجل أن لا يصيبني مرض، خل أقتل آلاف من الناس. شنو يعني بس هاي الدنيا ماكو شيء ثاني، أريد أعيش أكثر ساعة أكثر. الحرص اللي يصير على الدنيا، التكالب اللي يصير على الدنيا، خل يموتون الناس بالجهنم، طبعا جهنم ماكو، خل يموتون الناس شو يصير، بس أنا المهم أبقى حيا. اللي ما يعتقد بالآخرة شنو عنده بعد؟ يكون أسوأ من الوحوش لو ما يكون. والذي يعتقد بالآخرة شلون يكون؟ اللي عنده يقين بالآخرة، نماذج ما شاء الله، الحمد لله رب العالمين، الله عز وجل ملأ التاريخ بالنماذج العظيمة. لا تجيب أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، ذلك خاصة شيء ثاني، وإن كانوا قدوة لنا، ولكن أعينوني بورع واجتهاد. الإمام عليه الصلاة والسلام هو يقول أنتم ما تقدرون تكونون مثلية، طبعا واضح، بس أعينوني، إحنا لازم نقتدي بهم. لا، أنت اذكر أصحاب أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، هذه العظمة اللي كانت في أصحاب أهل البيت، أي إنسانية، شوفوا درجة من الإنسانية، أخذوا أصحاب أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، شوفوا شنو كانوا. مالك الأشتر، قضية مشهورة تعرفونها، ذاك الذي أهانه في الشارع، مالك الأشتر ذاك اليوم حاكم والي من قبل الأمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، ناهيك عن قوة عضلاته مشهورة وشجاعته وقوة جسمه، إنسان استثنائي، واحد ما يسوى، يمكن ما أعرف من هو هسه، تصرف كان تصرف جدا سيء، لأنه ملابسه مالك الأشتر كانت ملابس رثة عادية، وما عرفه، تصور هذا في واحد فقير، بعض الناس للأسف الشديد، للأسف الشديد يهينون الفقراء لفقرهم لأنه بس فقير، ماكو شيء ثاني، لا يعرفه لا شيء، لأنه بس فقير يهينه، هذه صفة كثير سيئة. مالك الأشتر هيئته كانت هيئة واحد فقير مسكين ما عنده فلوس، ظاهر هيك أهانة في الشارع، رمال على أي شيء، إذا تشوفه من جهة القوة السياسية حاكم، حاكم منطقة كبيرة كان، إذا تلاحظه من جهة قوة عضلاته مالك عاد مشهور، على الأقل أوقف سبة، هو رماك بشيء أنت ما تريد تكون مثله، يستحق بعد السبة، هاي سبة يا كذا، لا شنو سوى؟ قضية مشهورة، راح للمسجد صلى ودعا له. شايفين هيك إنسانية أصلا أنتو؟ أية إنسانية هذه؟ لأنه رماني، أنا شفت هذا جاي يسقط، حيف يسقط، ليش أروح أصلي لأجل أن أدعو له؟ أريد أدعو، الدعاء بعد الصلاة أقرب إلى الإجابة، فصلى ركعتين ليدعو له، هذا اللي أهانه.
وبالآخرة هم يقنون. هذا أثره. ابن أبي عمير سجن سنوات طويلة، يمكن 17 سنة. هذا العبقري، اقرأ مرة إذا كان عندكم خلق قصة حياة ابن أبي عمير، صدق قصة حلوة وفيها عبر كثيرة. سجن وصودرت كل أمواله، حتى بيته أخذوا منه كل أمواله صادرها. قبل ما يسجن واحد كان جاي متداين منه 1000 دينار، مبلغ كبير. هو ابن أبي عمير كان عالم كبير جدا وكان ثري، هو جاي متداين منه 1000 دينار. بعدين صارت المشاكل كذا، لأجل أنه قضية، تعال أنت أخبر على خواص الإمام حسين بن جعفر، من هم خواص الإمام حسين بن جعفر حتى نأخذهم نسجنهم نقتلهم. ابن أبي عمير هم ما اعترف على ولا واحد. 17 سنة تحمل السجن، تحمل التعذيب، ما ذكر اسم واحد حتى من أصحاب من خواص الإمام حسين بن جعفر عليه الصلاة والسلام. بعد 17 سنة طلع من السجن، هلك ذاك الحاكم وطلع ابن أبي عمير من السجن. طلع من السجن، ذاك الدائن سمع أنه ابن أبي عمير طالع من السجن وكل أمواله صدرت. واحد اللي الآن طالع من السجن ولا شيء عنده، حتى بيت ما عنده، بيت ما عنده ولا شيء، ولا شيء، صفر صفر اليدين. ذاك الدائن قال هذا الآن ابن أبي عمير أحوج ما يكون إلى المال، هو هم فلوس ما عنده الآن، هو لازم يرجع له 1000 دينار، ما عنده الآن 1000 دينار. راح باع بيته، كان عنده بيت هذا الدائن، العفو المدين هذا اللي متداين من ابن أبي عمير، راح باع بيته، اجى اعطى الفلوس، قال انت انا كنت متداين منك 1000 دينار، الله يجزيك خير الجزاء، قبل 18 سنة مثلا هذا 1000 دينار، انت محتاج ولا لا؟ وهذا دين كان ركبة هذا المدين، هذا الشخص مؤمن كان. ابن ابي عمر قال انت من وين جايب لك هاي الفلوس؟ شعلك انت؟ هاي فلوس انت تطلبني هاي فلوسك؟ قال لا، انا اعرفك انت مو مال هالاموال، ما عندك هيك فلوس، انت من وين جايب الفلوس؟ اول شوي امتنع، بعدين قال في الواقع انا رحت بعت بيتي. ابن ابي عمر قال لا، قال والله حلف بالله عز وجل ابن ابي عمر، قال انا والله الان محتاج الى درهم واحد، حتى درهم واحد ما عندي الان، لو واحد يعطيني درهم انا لا محتاج، ولكن من هاي أموال ولا درهم، 1000 دينار جايب ولا درهم أخذ. ليش؟ قال أنا سامع من الإمام، الإمام موسى بن جعفر أو من الإمام الصادق، هو ما شايف الإمام الصادق بواسطة يروي، أو من الإمام موسى بن جعفر عليهم الصلاة والسلام، أنه في الدين لا يباع البيت، الدار لا تباع في الدين، ما يصير، روح روح رجع بيتك. هيك إنسانية شايفين أنتو؟ وبالآخرة هم يقولون يسوي هيك إنسان، هذه إنسانية لو مو إنسانية، محتاج درهم واحد، وذاك ما رايح سارق، بايع بيته، ما يخلف، خليه يقعد إيجار، أنا هم ما عندي بيت الآن. ابن أبي عمر هم ما كان عنده بيت، إذا هو بس بيت ما عندي، أنا لا عندي بيت، لا عندي ملابس عدلة، لا عندي ولا شيء، محتاج درهم الآن، هو أخذ جزء منه، روح ترجع بيتك. هاي إنسانية لو لا، اللي ما يعتقد بالآخر شلون يصير وحشي؟ ها النماذج تعرفونه، واللي يعتقد بالآخر شلون يكون تكون عنده إنسانية. وبالآخرة هم يوقنون، مو قضية عقيدة، مجرد عقيدة محضة، مجرد فكر، لا، العقيدة المتأصلة تسري تؤثر. نعم العقيدة الباطلة هم تؤثر أثرا باطلا، اللي يعتقد بفلان وفلان يصير مثله، اللي يعتقد من بأمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام هم يصير من أتباعه على طريقة أمير المؤمنين يمشي، هذا يصير حبيب ابن مظاهر، ذاك يصير عمر بن سعد. أقرأ لكم رواية شريفة، أنهي بهذه الرواية الشريفة حديثنا. هذا حديث مفصل جدا، صفحات في الكافي الشريف، أنا أقرأ لكم مقطع من هذا الحديث الشريف. الإمام موسى بن جعفر عليه الصلاة والسلام يوصي هشام بن الحكم بوصايا، من جملة وصايا: يا هشام،
إن العقلاء، بس الإنسان لازم تكون شوية عنده، يكون عنده شوية عقل، عقل خليه يكون يفهم المعادلة. وبالفعل شوفوا هذه المعادلات، معادلات يفهمها عقل الإنسان لولا. يا هشام، إن العقلاء تركوا فضول الدنيا فكيف الذنوب؟ مو الذنوب تركوها، الذنوب هو واضحة لازم الإنسان يتركها، لا حتى فضول الدنيا تركوها، شيء زائد تركوه حتى لو مو ذنب. إن العقلاء تركوا فضول الدنيا فكيف الذنوب، وترك الدنيا من الفاضل، وترك الذنوب من الفرض. ترك الذنوب فرض واجب، ترك الدنيا فاضل، هم تركوا الدنيا ليش؟ لاحظوا يا هشام، إن العاقل نظر إلى الدنيا وإلى أهلها فعلم أنها لا تنال إلا بالمشقة. عاقل يتأمل في الدنيا ونظر إلى أهل الدنيا اللي مشلبين بالدنيا، اللي ذابحين نفسهم والآخرين على الدنيا، شاف الدنيا لا تنال إلا بالمشقة، هيجي بسهولة ما تحصلها الدنيا، تحصلها بدون مشقة؟ لا، لازم تتعب ليل نهار، لازم تتعب. تريد تحصل فلوس لازم ليل نهار تتعب، تريد تحصل مناصب لازم تتعب، أي شيء تريد تحصل لازم تتعب. فإذن في تحصيل الدنيا أكو مشقة ولا لا؟ أكو مشقة. خب، نظروا إلى نظر أو إن العاقل نظر إلى الدنيا وإلى أهلها فعلم أنها لا تنال إلا بالمشقة، ونظر إلى الآخرة فعلم أنها لا تنال إلا بالمشقة. تريد تحصل الدنيا لازم تكون مشقة، تريد تحصل الآخرة هم لازم تكون مشقة. خو هنا مشقة وهناك مشقة، العاقل شو يسوي؟ فطلب بالمشقة أبقاهما، ما دام أكو مشقة هنا وأكو مشقة هناك، وين تروح؟ تطلب الشيء اللي بقاء أكثر، عدل ولا مو عدل؟ هذه قضية عقلية ولا مو قضية عقلية؟ المشقة موجودة، أهل الدنيا ما عندهم مشقة، عندهم مشاكل أكثر منكم أنتم أهل الآخرة، عندهم مشاكل لولا؟ لا ما شاء الله عز وجل، مشاكل الدنيا وما تنتهي، ومشاكلكم مشاكلهم أكثر من مشاكلكم. أهل الآخرة هم عندهم مشقة، العاقل شو يسوي؟ يختار الطريق اللي المشقة اللي نتيجتها أطول، الفرحة فيها أطول. العاقل فطلب بالمشقة أبقاهما. يا هشام، إن العقلاء زهدوا في الدنيا ورغبوا في الآخرة لأنهم علموا أن الدنيا طالبة مطلوبة، الدنيا تطلبك، تطلبك شنو؟ توصل لك الرزق، رزقك يوصل لو لا يوصل، رغما عنك يوصل الرزق، هذا واقع. ها، الرزق لو تشرد منه، الرزق حسب الرواية الشريفة مثل الموت. شلون إذا أنت تشرد من الموت الموت يجيك؟ رزقك أنت أشرد منه يجيك رغما عنك يجيك، أكو في الرواية الشريفة هذا الشيء، الرزق رغما عنك يجيك. خب، الدنيا طالبة مطلوبة، طالبة هي تطلبك لأنه لازم توصل لك رزقك، ومطلوبة الناس يطلبونها، والآخرة طالبة ومطلوبة، الآخرة هم نفس الشيء، الآخرة تطلبك لو لا تيجيك، الموت يجيك لو ما يجيك، بداية الآخرة شنو؟ الموت. الموت يجيك تقدر تشرد من الموت؟ لو كنتم في بروج مشيدة لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، لو وين ما تكون، زين ولا مو زين يجيك. فإذا الآخرة تطلبك، والآخرة طالبة ومطلوبة، اللي يطلب الآخرة منه؟ أهل الآخرة. فمن طلب الآخرة طلبته الدنيا حتى يستوفي منها رزقه، اللي يطلب الآخرة الدنيا تطلبه لو لا تركض وراء حتى توصل لرزقه، وموته ما يتقدم خو. ومن طلب الدنيا طلبته الآخرة، اللي يطلب الآخرة الدنيا تطلبه، اللي يطلب الدنيا الآخرة تطلبه، الموت يجي. فأنت على كل تقدير واحد جاي يطلبك، جاي يركض وراك، إما الدنيا تركض وراك وأنت فكرك على الآخرة، أو أنت فكرك في الدنيا والآخرة تدور عليك. ومن طلب الدنيا طلبته الآخرة فيأتيه الموت،
فيفسد عليه دنياه وآخرته. إذا تطلب الآخرة هو عدل، الدنيا تطلبك الآن يصير وقت موتك، بعد الآخرة اللي أنت طلبتها أمامك مفتوحة. إذا أنت تطلب الدنيا هو الآخرة تجيك وأنت ما مهيئ للآخرة، والموت يجيك طبعا. فهذا شنو صار؟ خسر الدنيا والآخرة، هو مو مفكر في الآخرة، الدنيا راحت منه. فيفسد عليه دنياه وآخرته. يا هشام، من أراد الغنى بلا مال وراحة القلب من الحسد والسلام في الدين، تريد هالأشياء؟ الغنى بلا مال. بلا مال مو يعني بلا مال يعني لا تسوي الواجب عليك، لا، سوي الواجب عليك، بس هدفك مو المال. هذا المال لا يأتي بالغنى، لا، الغنى بلا مال، غنى النفس وراحة القلب من الحسد والسلام في الدين. فليتضرع إلى الله عز وجل في مسألته. يطلب من الله عز وجل طلب واحد، شنو يطلب من الله عز وجل؟ بأن يكمل عقله، بس اللي عقله يكتمل خلاص كافي، اللي يفهم المعادلات، يفهم الأشياء، يجعل الأشياء في حدودها. يطلب الدنيا بمقدار الدنيا، بمقدار ما يحتاج إليه في أمر آخرته، مو أكثر. بأن يكمل عقله، فمن عقله قنع بما يكفيه، ومن قنع بما يكفيه استغنى، ومن لم يقنع بما يكفيه لم يدرك الغنى أبدا. اللي ما عنده قناعة بما يكفيه خلي يعطوه نصف الدنيا، يطلب النصف الثاني، خلي يعطوه الدنيا يطلب شيء آخر، يجي الغنى. اللي ما عنده قناعة لا أبد ما يشوف الغنى. هذا الغني هو الذي يقنع. القناعة من وين؟ من العقل. العقل يقول له هذا إلى حدود معينة، أطلب بس حدود. الحمد لله الذي من علينا بأهل البيت عليهم الصلاة والسلام. الحمد لله الذي جعل أهل البيت عليهم الصلاة والسلام قدوة لنا. أهل البيت كانوا أنوارا محدقة بعرش الله عز وجل، حتى من علينا بكم فجعلكم في بيوت أذن الله أن ترفع. الله عز وجل سواهم مثل البشر حتى البشر يستفيدون منهم. الحمد لله، الحمد لله على نعمة ولاية أهل البيت. أسألك اللهم وأدعوك بحق محمد وآل محمد، اللهم لا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين أبدا. اللهم بمحمد وآل محمد، عجل اللهم فرج مهدي آل محمد.